مع اقتراب شهر رمضان المبارك والظروف المعيشية التي فرضها وباء فيروس كورونا، بادر عدد من شركات القطاع الخاص في مصر بالتعاون مع بنك الطعام بإطلاق حملة لمة الخير هتفطر ملايين، وتهدف الحملة إلى التبرع بمليون دولار لتقديم مليوني وجبة سيتم توزيعها على الأسر من العمالة اليومية الذين تأثروا بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها مصر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. من القاهرة ينضم إلينا الرئيس التنفيذي لبنك الطعام محسن سرحان. أستاذ محسن، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية، والأمل دائما موجود مع مبادرات مماثلة. خبرني بداية، كيف يبدو الوضع؟ كيف يبدو التجاوب معكم؟ وهل تختلف الأمور؟ يعني شهر رمضان معروف بشهر الخير، لكن هل تختلف الأمور بوجود فيروس كفيروس كورونا؟ اهلا بيكي واهلا بكل اللي سامعنا. بصي، الوضع دلوقتي ايه؟ الوضع دلوقتي يعني منقسم الى جهتين. من ناحيه احنا يعني في ظروف صعبه طبعا وازمه كبيره، بس من ناحيه ثانيه في كميه امل وخير وطاقات من النور بتتفتح علينا من الانسانيه اللي موجوده في الشعب المصري وفي الشركات المصريه وفي الشركات اللي موجوده في مصر وفي الحكومه المصريه اللي بتدفع معانا بكل قوه. فالصراحة الموضوع يعني منقسم إلى ناحيتين، في أزمة في ناحية وفي أمل كبير جدا في ناحية. احنا في بنك الطعام المصري يعني من أول الأزمة دي حطينا على نفسنا التزام إن احنا بجانب الفئات من المحتاجين اللي احنا بنساعدهم بشكل شهري اللي هم بيتراوحوا من 125 ل 150 ألف مساعدة شهريا، احنا ظهر لنا 5 مليون تاني متضرر نتيجة لأزمة كورونا ونتيجة يعني تباطؤ النشاط الاقتصادي حاليا. فاحنا حطينا على نفسنا التزام بنص مليون مساعدة غذائية، الحمد لله انتهينا منهم دلوقتي، وحطينا على نفسنا التزام تاني في رمضان بمليون مساعدة غذائية إضافية إلى جانب 3 مليون وجبة إن شاء الله هنوزعهم، معدل 100 ألف وجبة في اليوم طوال شهر رمضان. احنا بنحاول ننقل موائد الرحمن واللمات الجميلة اللي كانت بتبقى في الشوارع المصرية طوال شهر رمضان، بنحاول يعني شهر رمضان الجاي ده ننقلها لبيوت الناس. كيف يتم تحديد أستاذ محسن الأسر الأكثر حاجة للطعام؟ سؤال جميل جدا. احنا بنك الطعام من 15 سنة واحنا شغلنا ميداني في كل قرى مصر على مدار 27 محافظة. احنا عندنا شبكة من حوالي 5000 جمعية خيرية مصرية اللي احنا بنسميهم CDAs او Community Development Associations. دي تبقى جمعيات خيرية صغيرة في قلب المجتمع، فهم بيبقوا عارفين بيت بيت وواثقين جدا في الناس والناس واثقة جدا فيهم. فاحنا في اي حملة احنا بنخش فيها احنا بنطلب الشبكة ال5000 جمعية شركائنا على مستوى الجمهورية انهم يبتدوا يحددوا لنا حالات اللي احنا عايزين نساعدهم او نخدمهم في هذه الحملة بالتحديد. وبعد كده بعد ما يتم توصيل الخدمة الى الحالات، احنا بعد كده عندنا فرق للمتابعة والتقييم بتتأكد ان الحالات وصلها الخدمة زي توقعات الجميع. عظيم. اشرت في حديثك عن عدد كبير من الشركات التي ساهمت هذا العام وتنتظرون دائما مساهمتها، لكن اليوم استاذ محسن لابد ان نشير ان هذه الشركات الكبرى ايضا تعاني من أزمة كورونا. كيف تعاملت هذه الشركات مع حملتكم الهادفة إلى جمع مليون دولار هذا العام؟ بصي، مليون دولار ده كان من شركة واحدة منهم، يعني الصراحة بيبسيكو مصر يعني في أول الحملة كانوا نهضوا يساعدونا في أول جزء منها في النص مليون، ولما عملنا الكوميتمنت الجديد بمليون مساعدة وملايين من الوجبات كانوا أول برضو ناس نهضوا يساعدونا. الشركات الكبيرة في مصر يعني الموضوع بقى واضح جدا بالنسبة لي، يعني أنا بقى لي 10 سنين في الديفلوبمنت أو في مجال التنمية في مصر. الشركات المصرية ما بيبصوش بس للبزنس، لكن دايما بيحاولوا يبقوا نموذج في المواطنة المؤسسية، ودايما يحاولوا يبقوا نموذج لخير أكبر بكتير من مجرد الأرباح. فأنا اللي أنا بشوفه في مصر الصراحة بالذات في الأزمة دي والالتفاف السريع جدا للشركات ولكل أطياف المجتمع نحو خدمة قضايا بنك الطعام وخدمة المحتاجين في بلدنا في الوقت ده، الصراحة it was phenomenal، حاجة غير مسبوقة وحاجة صعبة تتكرر في حتة تانية.
نتمنى لكم الدعم الكامل والنجاح في هذه المهمة، ونذكر دائما أن الأمل موجود. شكرا جزيلا للرئيس التنفيذي لبنك الطعام محسن سرحان على المشاركة الليلة من القاهرة. ختام هذه الحلقة مشاهدينا من برنامج كورونا سؤال وجواب، إلى اللقاء في حلقة جديدة.